بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح النهارده ماس جريد 4 وهنتكلم عن درس الراوندينج. راوندينج يعني نقرب او نريبليس الرقم لاقرب رقم هو قايل لي عليه. بمعنى يعني ده سؤال بيقول لي راوند اتش اوف ذا فولوينج تو ذا نيرست 1000، يبقى هو مديني ايه؟ لل 1000. طيب نيجي نبص هنا، فين هنا ال 1000؟ فين هنا ال 1000؟ ده ال 5 ده 1 وده 10 وده 100 وده 1000. يبقى عندي هنا 6 هو اللي 1000. طيب الرقم اللي قبله 5 اور مور ولا ليس ذان 5؟ لا، ليس ذان 5 ده الرقم اللي قبله 2. خلاص يبقى ينزل الثلاث ارقام 1 2 6 ينزلوا زي ما هم، واللي بعد كله 0. طب لو كان ده 5 كان ال 6 دي بقت 7. خلينا ناخد اكزامبل تاني. طيب 44 500. طيب نيجي نبص، ده ال 1 10 100 1000. طيب هنا ال 1000 اللي هو ايه؟ ال 4. طيب نيجي نبص الرقم اللي قبله، الرقم اللي قبله 5 اور مور، 5، يبقى ال 4 دي بقت هتنزل 5. وبعد كده اخطر كومة كله 0. راوندنج يعني بنقرب لاقرب 1000، لاقرب رقم. طب خلينا نيجي ناخد الرقم الكبير ده اللي هو 2 بليون او 2 مليار. طب هنا فين ال 1000؟ ده 1 10 100 1000. هنا رقم 1 اللي بعده كل ده ينزل زي ما هو. نيجي لل 1 نشوف الرقم اللي قبله، الفوق ده 4 less than 5، يبقى هينزل زي ما هو ال 1، يبقى ينزل 2 2 2 1 وافتر ذات 0. اكزامبل تاني، فين هنا؟ خلاص عرفنا اللعبة، فين هنا ال 1000؟ هنا ال 2 هو ده ال 1000 بتاعي. طب الرقم اللي قبله 5 or more، الرقم اللي قبله 6، يبقى ال 2 دي تنزل 3. برافو كده، وينزل بعد كده كله 0. خليكم معانا عشان هنعمل لسه امثله كتير. مثال تاني، راوندنج اتش اوف ذا فولوينج، بس هنا بقى بيتكلم على ايه؟ 10000. هنيجي نشوف هنا فين ال 10000؟ 5 دي 1 10000. يبقى ال 2 هنا هي ال 10000. بص الرقم اللي بعده، الرقم اللي بعده 5 اور مور 6، يبقى ال 2 دي تنزل 3، والرقم اللي بعدها ينزل زي ما هو طبعا، يبقى ينزل الرقم يبقى عباره عن ايه؟ 2 3 6، هتنزل ايه؟ 0 بالظبط، والباقي كله 0. يبقى هنا ال 10000 هي اللي بقت 3 عشان الرقم اللي قبلها مور ذان 5، وال 2 الاولانيه اللي هي ال 100000 نزل زي ما هي، 2 بتاع 10000 بقت 3 والباقي كله 0. طب السؤال اللي بعده، فين هنا ال 10000؟ اهي. طيب ابص للرقم اللي قبله، الرقم اللي قبله مور ذان 5 اور مور ذان ولا less than 5؟ لا، less than 5 4، يبقى الرقم ينزل زي ما هو 3، والرقم ده 0 0 0 0. مفهومة يعني؟ خلاص ده هينزل زي ما هو وده كله 0. طيب الرقم ده فين هنا ال 10000؟ عندي هنا 3. طب الرقم اللي قبله 5 اور مور 5، يبقى الرقم ده هينزل يبقى ايه؟ 4. يبقى الرقم اللي من الاول خالص هينزل زي ما هو 3 دي هتبقى ايه؟ 4 بالظبط، وبعد كده هيبقى كله 0. طبعا لازم ينزل الزيرو بعدد الديجيت، يعني هنا بعد ال 3 بقت 4، يبقى هنا في بعد ال 4 هنا في 4 زيروز، يبقى هنا ينزل 4 زيروز. طيب اكزامبل تاني، فين هنا ال 10000؟ ال 3 الرقم اللي قبله،
الرقم اللي قبله less than 5 4، يبقى ينزل الايه زي ما هي، وال3 تنزل زي ما هي، وال4 دي هتنزل بقى زيروز، يبقى كده. خليكم معانا، لسه معانا امثله تانية. تالت مثال round each of the following to the nearest. هنا بقى بيتكلم على مليون. طيب مليون هنيجي نبص نفس الطريقه، نبص فين المليون، هنا نعد واحده واحده، ده الونز تينز هوندر ساوزن تين ساوزن هوندرد ساوزن ومليون. حلو جدا. طيب يعني الشري هنا هي المليون. بص للرقم اللي قبله 5 or more يبقى ينزل يزيد، لا less than 5 يبقى ينزل زي ما هو، لا less than 4 يبقى ينزل زي ما هو، الشري والباقي كله زيروز. بحاول اجيب كل الاشكال عشان ولادنا يتدربوا. الماس بالذات عايز تدريب، كل ما تتدرب اكتر كل ما تحل بسهوله ويسر. هنا فين المليون؟ المليون الفايف. بص الرقم اللي قبله، الرقم اللي قبله مور ذان 5 7، يبقى الفايف دي تنزل 6، يبقى 6 زيروز، بعد كده زيروز كله زيروز. اوكي بص من هنا فين المليون؟ 3 الرقم اللي قبله مور ذان 5 8، يبقى ينزل 2 2 4 بالظبط زيروز بعد كده. طيب ممكن يجيب لي بقى المثال بطريقه مختلفه شويه، هنشوف ازاي مع بعض. رجعنا تاني بطريقه سؤال، وانا اعتقد ان لو في الامتحان هيجيب الطريقه دي مش الطريقه الاولانيه، يجي يقول لي choose the correct answer ويديني two number 70 17000 85 equal 70 17000، ويقول لي to the nearest ويفتح لي two bracket 10 ولا 100 ولا 1000. يعني ايه الكلام ده؟ هو بيقول لي ان الرقم ده معمول له راوندنج، الرقم التينز هو اللي معمول له البليس فاليو بتاعت التينز ولا البليس فاليو بتاعت 100 ولا البليس فاليو بتاعت 1000. اعرفها ازاي؟ اجي بعد الايكوال ابص للرقم اللي بعد الزيروز على طول اشوفه موجود فين، ويبقى هو ده الاجابه بتاعتي. يعني انا هنا ده زيرو، طب ماليش دعوه بيه، زيرو زيرو، ابص لل بعد زيرو على طول ايه ال7، ال7 دي البليس فاليو بتاعتها فين؟ في ال1000، يبقى هنا الاجابه بتاعتي 1000. طب لو ال7 دي موجوده في ال10000 يبقى الاجابه بتاعتي 10000. طب السؤال اللي بعده، خلينا نمشي بنفس الطريقه، مديني رقمين، مديني الرقم ده وبعد كده الرقم ده، الرقم دوت خلاص الطريقه مفهومه، ما دي 9700. طيب اشوف بعد الزيرو 7، ال7 دي موجوده فين؟ في ال100، يبقى الاجابه بتاعتي 100. طب لو ال7 دي موجوده في التنز، يعني يبقى 0 و يعني لو السؤال كده مثلا، السؤال كده يبقى دي معموله راوندنج تو ذا نيرست، يبقى الاجابه مش بس ساعتها 100، لا تبقى الاجابه بتاعتي ساعتها 10. ليه؟ لاني بصيت بعد الرقم الزيرو لقيت دي موجوده 6، موجوده فين؟ في ال 10. هناخد مثال اخير ويبقى كده خلصنا الراوندنج عشان اولادنا فاهمينه ومستوعبينه كويس. دي طريقه خمسه من الطرق اللي ممكن يجي لي بيها السؤال، راوند تو ذا بليس فاليو اوف ذا اندرلايند ديجيت. يعني ايه؟ يعني بيقول لي هتراوند هتقرب اللي موجود تحته خط للبليس فاليو بتاعته. يعني هنا مثلا كاتب لي 73000 وحاطط لي تحت ال7 اندرلاين، طيب يبقى انا هراوند على ده، ما قاليش بقى ايه نيرست تو ذا نيرست 1000 ولا 10000 ولا 100 ولا اي حاجه، انا كده المفروض بقى اراوندنج على ده. طيب ابص لل7 دي، ابص الرقم اللي قبله، الرقم اللي قبله 5 اور مور
لا ده 3 يبقى ينزل 7 وينزل بقى كله 0. ارجوكوا ايه ركزوا معايا، الموضوع بسيط جدا. طيب هنا ال1 محطوط لها تحتيها اندرلاين 301000. طيب موجود في الثاوزن، نبص للرقم اللي قبله، الرقم اللي قبله 5 اه 5 يبقى ال1 ده ينزل 2 يبقى 3202 والباقي كله زيروز. طيب هنا مثال تاني للزيرو معمول له اندرلاين، ابص الرقم اللي قبله، الرقم اللي قبله مور ذان 58. طيب يبقى ده ينزل 11 والباقي كله زيرو. درس بسيط وسهل وممكن برضو يجي في الامتحان بالطريقه دي، لان هو بيحاول يجيب الحاجات اللي عشان يعرف الطالب فاهم ومستوعب ولا لا. شكرا، وارجوكوا اشتركوا في القناه واعملوا لايك عشان يوصل لكل طالب، اتمنى ان يوصل لكل طالب عشان يفهم الماده كويس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.